لما سيدنا جبريل يتمثل في هيئتك هو والملائكة في معركة بدر فهذا شرف عظيم، ولما تكون من العشرة المبشرين بالجنة فهذا شرف أكبر، بينما لما يكون خاتم الأنبياء والمرسلين هو ابن خالك فقد نلت الشرف كله وربي. نعم، كل هذا وأكثر في رجل واحد. دعنا ودعونا نتعرف عليه في عظماء الأمة. هو الفارس العظيم الصحابي الجليل الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمه هي صفية بنت عبد المطلب، وحواري النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. وهو أيضا أول من سل سيفا في الإسلام، وأصغر من أسلم على يد سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. الحواري يقصد به شديد النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم والمنقى من كل عيب، فلقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالحواري لكثرة فدائيته ودفاعه عنه صلى الله عليه وسلم. من القصص الجميلة أعزائي لقصص شجاعة وهيبة الزبير الكثيرة والتي لا يسعنا ذكر جميعها في هذه القصة، هو قصة اقتحامه لقصر بابليون الذي تحصن فيه الروم في حربهم مع جيش المسلمين بقيادة عمرو بن العاص، ودام الحصار لسبعة أشهر. حينها قرر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يرسل رجال المهمات الخاصة، ومن بينهم بطل المقدام الزبير بن العوام. فوصول الزبير لحصن بابليون تفاجأ الروم برجل ضخم العضلات يقتحم الأسوار، ولم تمضي لحظات حتى اعتلى الزبير قمة الصور ورفع سيفه صارخا بصوت يبعث الرعب في الأعداء: الله أكبر الله أكبر. واقتحم السور لوحده، وهل فتحه؟ أكيد، ولأنه كان رجلاً ضخم العضلات أكيد مش مثل عضلاتي، عليه هيبة يخافه كل من رآه من شدة شجاعته، ففتح الحصن ودخل المسلمون بعد حصار دام لشهور سبعة. الغريب اليوم أعزائي، لماذا لا يتم إدراس سيرة عظيم وبطل كالزبير بن العوام في مناهجنا التربوية كي يقتدي به الشباب؟ الجواب هذه المرة مطروح لكم. هذا هو الزبير بن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم. وللعلم، حين يذكر الزبير يذكر معه بطل آخر سنتعرف عليه في الفيديو القادم. في رأيكم من يكون؟ اكتبوا لنا في التعليقات. سلام.